بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نكمل الريسبيراتوري فيسيولوجي، ودي المحاضرة رقم سوري رينال فيسيولوجي، ودي المحاضرة رقم 2. من الحاجات المهمة جدا لما تيجي تذاكر رينال فيسيولوجي علشان تبقى فاهم كويس وعلشان يكون منظم في حياتك وفي دماغك، احنا قسمناه إلى ثلاث حاجات. أول حاجة اللي هي البلاد فلو اللي احنا اتكلمنا عليه في أول فيديو، بعد كده الفيديو ده هنتكلم فيه إن شاء الله على الجلوميرولس، وده هنذاكره لحاله لوحده تمام، وبعد كده بنتكلم على التريديولز كلها، بروكسيمال كونفيوليتنج تريديولز، جوبو فينل، ديستندنج واسندنج، ديستال كونفيوليتنج تريديولز، والكوليكتنج تريديولز. ده كفيسيولوجيكال وايز قصة وحدوتة وحكاية ودماغ وأفلامانات، ودول قصة تانية خالص، فما ينفعش تدخل الاثنين على بعض وتذاكر الاثنين مع بعض، لا خالص، احنا هنذاكر ده لوحده ونفهمه لوحده تمام، وبعد كده نخلصه نبدأ نتكلم على دول مع بعض. أول حاجة نعرف ما هو ومما يتكون الجلوميرولس. جلوميرولس يتكون الجلوميرولس حفظه الله من تفت اوف كابيلاري تمام، اللي هو جوه ده داخل جوه كبسوله، يعني تخيل كده ان دي الكبسوله دي شنطه، والشنطه دي داخل جواها متعبيه كابيلاريز، يعني لو ده الممبرين كان عامل كده، فاحنا رحنا جايبين الكابيلاريز اللي هم الكتير قوي دول كده 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 كده، ورحنا عاملين لهم بوشنج كده، فراحت الكبسوله نازله وراحوا هم داخلين جواها، فبقت الكبسوله محوطاهم من كل حته. الكبسوله دي اسمها نسبه الى الخواجة بومان كبسول تمام، والتفت اوف كابيلاري ده اللي هو عباره عن افرنت اهلا داخل وافرنت امشي بره جميل، وليه هما تفت كده؟ عشان السيرفيس اريا او المنطقه الكونتاكت اللي ما بين الكابيلاري وما بين البومان كبسول تكون كبيره جدا جميل كده تمام. المرحله الثانيه نبدا نبص على الجنكشن ما بين الكلوميرولاي هنا طفط في كابيلاري وما بين البومان كبسول، هما لابسين اللي بيحس ان البلاد بيجي ينتقل من هنا يخش فلتريشن، اللي بيحصل فلتريشن ده لو هنا البلاد وهنا هيبقى السبيس بتاع البومان كبسول تمام. ففي عندنا تو ليرز، اللير الاولانيه اللي هي الاندوثيليال، الاندوثيليال تمام اللي هي بتاعت الجلوميرولاي، في بينهم وما بين بعض مساحات بتكون واسعه شويه، بتبقى من 70 الى 100 دالتون تمام، لكن الابيثيليوم بتاع البومان كبسول بيبقى تايتد اكتر، وبيبقى المسافه هنا اصغر كتير جدا جدا جدا، بتبقى حوالي 25 نانو او دالتون تمام، يعني تقريبا تقدر تقول ان هي ربع المسافه دي. وفي بيزمنت ممبرين هنا موجود، بيزمنت ممبرين بتاع الاندوثيليوم وبتاع الابيثيليوم بيبقوا فيوزد مع بعض وبيبقى ممبرين واحد، يبقى ده الجدار اللي فارق ما بين البلاد وما بين السبيس اللي هيبقى فيه يتكون فيه بدايات الايه اليوم. بعد كده عندنا نوع تاني من الخلايا، احنا اتكلمنا دلوقتي ان لو ده البلاد سبيس تمام، وان ده البومن سبيس، وطبعا هيبقى النت فلتريشن كده تمام. دي طبعا يعني الحاجات الباريرز اللي قلنا، المساحه دي اللي هي بتبقى الكبيره والمساحه الصغيره، والفيوزد بيزمنت ممبرين. تاني حاجه في حاجه زي كده اللي انا رسمها دي بيسموها ال
انايون بوينتس او انايون انيولد سايت، بوينت او سايت موجوده. فطالما انا عندي هنا حاجه بوز نيجاتيف هتساعدني على ان اي حاجه بوزيتيف تبقى مور لايبل لانها يحصل لها ابسوربشن، والعكس هتريبل الحاجات اللي هي الايه النيجاتيف. فدايما هنا الفلتريشن بيبقى ان فيفر اوف البوزيتيف او الكاتايون. ثالث حاجه ان انا عندي نوع من السيلز هنا موجودة ما بين الابيثيليال سيلز وما بين البيزمنت ممبرين، وقريبة في نفس الوقت من البلاد. السيلز دي اللي بيسموها انترجلوميلولار او الميزنجايال سيلز، تمام؟ دي ليها كذا فانكشن، اهم فانكشن لانها فاكوسيتر تبع الاميون سيستم، تمام؟ وبتفرز برضو بعض ال كيميكال ميدياتورز يعني زي الفازوبريسن وزي النور ادرينالين وليكوترينس وبروستاجلاندينز، كل ده تمام. فهي بيحصل لها حاجتين، حاجه من الاثنين، يا اما بتكونتراكت تمام وتبدا تفرز الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، او ان هي بتريلاكس وتحسن الجلوميلولار فلتريشن يعدي اكتر. جميل. فدي الميزنكايمال ميزنجايال سيلز اللي هي النوع الثالث من السيلز اللي موجودة في جلوميرولا، تمام؟ احنا دلوقتي اتكلمنا على الاناتومي او الهيستولوجي او التكوين بتاع جلوميرولا، تمام؟ طيب ابدأ بقى احط شوية ارقام كده عشان نحفظها مع بعض. اول حاجة اتكلم فيها البريشر، الجلوميرولار فلتريشن بريشر، تمام؟ ده بيبقى حوالي 60، ودايما لما تحط اي حاجه لازم تحط لها اليونت بتاعتها مليمتر مركري. جميل. وده حوالي 60% من المين arterial blood pressure. لو فرضنا ان المين 100 تقريبا بس، اوكي. طيب احنا دلوقتي تاني حاجه عندنا اللي هي الجلوميرولار، ودي اللي مهمه بالنسبه لنا قوي، فلتريشن ريت، وده بيبقى حوالي 125 مللي بير مينت، والرقم ده مهم، ده مش مهم قوي، ده مهم قوي، تمام؟ حوالي 180 ملي بير دي. يعني انت البومن كبسول اللي احنا لسه شرحينها دي بيعدي منها يوميا، بتعدي منها ليتر 180 لتر بيعدي منها يوميا. واحد يقول لي طب ازاي؟ ما هو في بيحصل ليها ابسوربشن في الناحيه الثانيه، لكن انت لو حاطط عداد الميه بتاع كدني هنا ويقيس كميه الفلو اللي بيحصل، الفلو ده بيبقى حوالي 125 مل في الدقيقه واب تو 180 لتر في الايه؟ في اليوم. جميل. طيب احنا اتفقنا ان عندنا بيزمنت وعندنا سيلز فوق وتحت، فانا عندي ازاي الجلوميلولار فلتريشن ده بيتحسن؟ مش هدخل فيها. معظم الناس لو رجعنا للفيديو اللي انا شرحت فيه الهيدروستاتيك والستارلينج لوز، طبعا عشان شكلهم متنرفزين مش عارف ليه. الفيديو اللي انا شرحت فيه الستارلينج لوز اللي هي ببساطه عندنا هيدروستاتيك وانكوستاتيك وعكس بعضهم والمحصله بتاعتهم، تمام؟ المحصله بتاعتهم دي اللي احنا بنحسب بيها جلوميرولار فلتريشن بريشر، تمام؟ اللي احنا قلناه في السلايد اللي فات، ماشي؟ طيب النقطه اللي بعد كده اللي عايز اتكلم فيها، زي ما احنا اتفقنا زي ما قلت لكم ان انا عندي البيزمنت ممبرين، عندي الفتحات اللي موجوده فوق وموجوده تحته، عندي الحاجات النيجاتيف تشارج اللي موجوده عليه، كل دي حاجات بتاثر على الابسوربشن. بمعنى ايه الحاجات اللي هتعدي في الفلتريشن في الجلوميرولار فلتريشن؟ رقم واحد الموليكولار
او الحاجات اللي بتاثر على عليها الموليكولار سايز. يعني لو الحاجه كبيره مش هتعدي من هنا، تمام؟ وده مهم جدا. فالحاجات اللي هي مثلا 700 دالتون، جميل، دي لذيذه وعادي بتعدي زي الحلاوه، ما عندهاش مشكله، تمام؟ فريلي فلتر، تمام. طيب بعد كده لو انا عندي حاجات وزنها 70,000 دالتون، دي بتعدي ولكن بارشل، يبقى دي فريلي ودي بارشل، جميل. تالت حاجه الحاجات اللي هي اكتر من 70,000 دالتون، دي مش هتعدي خالص ولكن ممكن نتعمل لها اكتف ترانسبورتيشن، جميل. ده بالنسبه للصرف. تاني حاجه اللي تشارج، دي مهمه جدا زي ما احنا اتفقنا. ليه؟ لو انا عندي حاجه مثلا زي حاجه نيجاتيف تشارج، دي مش هتعدي، هتيجي تعدي في الممبرين هتلاقي نيجاتيف تشارج ثانيه، فمش هتعدي ومش هيتعمل لها فلتريشن، جميل. يبقى اتفقنا ان اول حاجه الموليكولار سايز، تاني حاجه الحاجات الايه البوزيتيف، مش البوزيتيف هتعدي واللي مش بوزيتيف النيجاتيف هيحصل لها ايه اكسبيرمنت. تالت حاجه الشيب بقى، يبقى الموليكولار سايز والموليكولار تشارج الشيب. في حاجات ليها شيب معين تقدر تعدي وتقدر ما تعديش. اشهر مثال ليها فيري سيمبل كده اعرفه اللي هو الالبومين. الالبومين مش بيعدي نتيجه ان الشيب بتاعه ما بيسمحلوش ان هو يعدي منه. يلا نسمورايز كده الدنيا بسرعه علشان ما نتوهش من بعض. يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ جلوميلولار فلتريشن ريت، وقلنا ده اللي هو معدل مرور الدم او الفلتريت من البلاد من الطفط الكابيلاري جوه البومن كابسول، تمام. وقلنا الفاكتورز افكتنج بتاعته على السريع كده، قلنا الستارلينج لوز نرجع لها اللي هي بتحدد لي في الاخر جلوميلولار فلتريشن بريشر، وقلنا الحاجات اللي لها علاقه بالمولوكيولوز نفسها، المولوكيولار ويت، المولوكيولار تشارج، المولوكيولار شيب، تمام. بعد كده ندخل على النقطه اللي بعدها، ازاي اقدر اقيس جلوميلولار فلتريشن ريت الذي هو ريفليكشن الى اداء الجلوميرولاي وليس التيوبيولز، جميل. احنا لسه ما جبناش سيره الايه التيوبيولز. طيب ازاي اقدر اقيسه؟ بص يا عم الحاج، الفكره ببساطه انا عندي وليكن اربع ابواب، عندي باب وعندي باب، تمام، وعندي باب ابل هارت شيب وعندي باب سمبوك، جميل. فانا عندي اربع ابواب، الاربع ابواب دولت عايز اشوف اول باب فيهم اللي هو باب الجلوميرولاي هل هو بيتفتح بما فيه الكفايه وبيعدي الحاجه منه بما فيه الكفايه ولا لا. علشان اعمل كده لازم اعمل حاجه، رقم واحد اجيب شيء، الشيء ده احطه في البلاد واضمن انه لا يعبر سوى من الجلوميرولاي، يبقى رقم واحد لا يعبر الا من الجلوميرولاي. رقم اثنين لا يتم ميتابوليزم، لا يتم حدوث ميتابوليزم له في الدم. انا هديه في سرنجه، دكتور سرنجه في بلاد الفرنجه، وهديه انترافينوس، تمام، وهيمشي لحد ما يوصل للكدم، لا يحدث له اي ميتابوليزم. فاذا الكميه اللي انا بديها هنا هي اللي انا واثق انها توصل للكدني غالبا هي اللي هي تعديني من الجلوميرولاي، يمين. رقم ثلاثه، رقم واحد لا يعبر سوى من الجلوميرولاي، رقم اثنين لا يتم ميتابوليزم له في الجسم، رقم ثلاثه لا يحدث له ري ابزوربشن، مش هيرجع ثاني باي شكل من الاشكال، وانما سوف يتم الاكسكريشن له دايركت الى اليورين، تمام. فاذا انا دلوقتي اعمل له اشوفه الماده دي واشوف انا اديت الماده دي هنا في البلازما، صح؟ يبقى كميه البلازما اللي انا اديتها، صح؟ في جلوميلولار فلتريشن ريت اللي هو معدل عبوره،
المفروض يطلع يساوي كمية اليورين اللي طلعت، صح؟ بالتركيز بتاعه في اليورين، ما هو التركيز بتاعه في البلازما، في جلوميرولر فلتريشن ريت، المفروض يطلع للتركيز بتاعه في اليورين، لان هو اللي دخل هنا، هو اللي اتفقد من البلازما نزل يورين وهو نزل فيه، فنفس الحاجه. تمام؟ يعني لو هنكتبها بطريقه علميه بعيدا عن الدش اللي انا بدشه بتاع الحلواني ده، ونكتبها ان ساينتفك واي، وي ويل سي ذات ذا بلازما كونسنتريشن اوكي مالتبلاير ذا بلازما كونسنتريشن اوف ذيس اماونت ذات وي ويل يوز If we multiply it by the glomerular filtration rate, definitely it should be equal to the sum of the urine concentration of this sim by the volume of the urine. Okay? طيب طرفين في وسطين وحسنين في محمدين، يبقى الجلوميرولار فلتريشن ريت يا عم الحاج هيساوي الماده اللي انا لسه ما اعرفهاش دي، تركيزها قد ايه في اليورين اللي نزل، والعيان ده جاب يورين قد ايه، تمام، على الكونسنتريشن بتاعها في البلازما. طبعا انا اعرف لان انا اللي مديها في البلازما. جميل. طيب حتى الان كلام نظري حلو، عايزين نخش المعمل ونشوف ايه ما هي المواد التي يمكن ان تحقق لها هذه المعادله دونما ان تقضي على المريض. اول ماده فيهم ماده اسمها الانيولين. الانيولين وليس الانسولين، الانيولين، تمام، دي لذيذه جدا. رقم واحد سمول موليكولار ويت 5500 دالتون، يعني بتعدي لوز المول. رقم اثنين لا يتم الري ابزوربشن لها. رقم ثلاثه لا يحدث لها اي نوع من انواع الميتابوليزم القبيحه. تمام؟ اذا فهذه المادة حينما أضعها في بلازما المريض وأقوم بحساب كمية اليورين التي أخرجها المريض وتركيزها في اليورين، فهي تعبر لي وفقط على الجلوميرولار فلتريشن ريت، طيب الله وسلم. جميل. هل هناك بعض مواد أخرى يمكن أن تستعمل؟ نعم. ما هي؟ مادة داخلية جوه الجسم تسمى الكرياتينين، ودي الجسم بيفرزها من المسلز، المسلز بتاعتك بتفرزها continuously steady state. حلو كده. فاذا انت مبدئيا عارف الكونسنتريشن بتاعها في البلازما. جميل. المفروض ان هي بتوصل ويحصل لها فريلي موف من الجلوميرولاي. تمام. وفيري فيري فيري سمول اماونت، فيري سمول اماونت بيحصل لها سكريشن في التيبيول، فاحنا كلينيكالي وايز بنعديها. تمام. علشان بيبقى ايه سمول ايرور، والايرور ده اقدر اعمل له ايه كوركشن، بدخله في المعادله بيظبط لي كل. فانا يا اما ماده خارجيه نستعين بمدرب خارجي انيولين، او ماده داخليه المدرب الوطني حسن شحاته، دي الماسلز بتاعتك بتفرزها ان ستيدي ستيت مينلي مينلي فريلي اكسكريتد باي ذا جلوميرولاي، وبيحصل لها سمول ري ابزوربشن بالتريبيوتس، فهو سمول ايرور ما ياثرش كلينيكالي قوي في الميجرمنت بتاعها. فاقوم مدخلها برضه في نفس الايه المعادله اللي احنا عملناها اللي هو جلوميرولار فلتريشن ريت، هيساوي اليورين كونسنتريشن بتاع الكرياتينين في اليورين فوليوم اللي احنا العيان هيجيبه على البلازما كونسنتريشن او الليفل بتاع الكرياتينين. تمام. بكده نكون خلصنا ما يحدث في ايه في في الجلوميرولاي. فاضل فقط ترم او كلمه اسمها الفلتريشن فراكشن. ما هو الفلتريشن فراكشن ده؟ هو الجزء من البلازما، ولا تقل من البلد، الجزء من البلازما ولا تقل من البلد الذي يتم فلترته عن طريق الجلوميرولس. جميل. نقول كمان مره جلوميرولار فراكشن، فراكشن يعني نسبه، حاجه من حاجه. فما هو النسبه؟ هو النسبه الفراكشن
من البلازما التي تم فلترتها عن طريق جلوميرولاي، ودي بتبقى حوالي 20%. ليه 20% يا حاج حلواني؟ انظر عزيزي المشاهد، احنا بنقول دلوقتي البلازما اللي بتروح للكدني قد ايه؟ 600 مللي. ايه دي يا عم الحاج؟ دي الرينال بلازما بلاد فلو، سوري بلازما فلو، دي اللي بتروح للكدني مللي في كل مللي. تمام؟ كم يصنع منها الجلوميرولاس فلتريشن؟ يصنع منها 125 مللي فكل دقيقه. اذا فما نسبه ال 125 اللي بيتم صنعوه واللي بيخش البومن كبسول من اللي جه للكدني كلها؟ يعني كدني جالها 600 عند الجروميليولاي، دخل منهم هنا في البومن كبسول 125، فتبقى نسبه ده لنسبه البلازما اللي جت للكدني قد ايه؟ تطلع حوالي 20%. وبهذا نصل اعزائنا الاحباب الى نهايه هذا الفيديو. عسى ما تكونش العصافير، معلش هو الله يعني مطاوع وشلبيه وترطرط عاملين صداع مش عارف ليه، فاعذروني لو كان صوتهم عالي. وان شاء الله نلتقي في الفيديو اللي جاي نتكلم فيه بقى على بقيه الاخوه، ايه تيوبر اللي بيحصل في التيوبيولز وايامه، وان شاء الله نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.